تخصيصا في المنطقة الخليجية. بداية أعالج على الخليج المقرر، فقد عرف المغرب كباقي البلدان المعمور تحولات تاريخية عميقة استوجبت وقوفا تاريخيا عند محطاتها لإدراك أوجه تحول المنطقة والبنيات التي أفرزت هذه الجوانب المشرقة والحالكة فيه والتي استوجبت الإصلاح والتعديل. ولعل أهم تلك الفترات التي دخلتها الإطار هي المرحلة الاستعمارية التي كانت حقيقة صدمة عميقة للمغرب والمغاربة على كل الأصعدة. تغلغل وغزو واستيطان ثم استغلال وطمس وتمييز للحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما استوجب صحوة ومطالبة بإصلاح الأحوال والواقع المعاش وصيانة الهوية والدين والتقاليد. فإذا مفهوم الإصلاح هنا هو نظرة في شقه النضال الوطني لا يستقيم إلا بتضحية، ولعل هذا هو المقابل المادي والنفسي والبدني الذي اقتضته تلك الفترة. فمفهوم الإصلاح تاريخيا في مغربنا المعاصر لا يمكن فصله عن منطق الاستمرارية نظر الارتباط الاستغرافي فيه بالتدخل والضغط المستمر على البلاد لموقع استراتيجي ولكون مجالها دينيا تجاريا وملاحيا وجغرافيا وديمغرافيا، وهو ما يفرض بداية تحديد أولي لمغزى هذا اللفظ الذي نقف عنده كنقيض للإفساد أولا، ثم كإرادة لإرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بارزا ما طرأ عليه من تغيير. أما على المستوى العقدي فالإصلاح هو محاولة الاعتبار رد الاعتبار للقيم الدينية ورفع ما أوتي حولها من شبه قصد التخفيف من وزنها في نفوس المسلمين والتحول من حالة الركود إلى الحيوية والدينامية في حياة المسلم لرد التردد وإحياء المبادرة. مبادرة في تنزيل تصور التحولات الهيكلية على واقع تراكمت فيه الأعطاب بحلول فترة أو مرحلة بعد أخرى بغض النظر عن تلك الفاصلة بينهما وبين فترة واقع الإصلاح. يتأتى ذلك بنية حل المشكل مما قرره منظور الفكري والديني والعرفي والواقعي كذلك، وبمقتضى ما تستجد به حياة الناس والأمة من قضايا. يمكن الحديث عن الإصلاح هنا في منطقنا التاريخي كانعكاس وتجلي لليقظة والوعي الوطني التاريخي والتفكير بعمق في أسباب الضعف والهوان وتجليات المنقوص سواء كان اجتماعيا اقتصاديا فكريا أو غير ذلك. فارتباط الإصلاح في العقلية والفكر في الكتابات العربية والإسلامية ارتبطت بتحكم الاستعمار في الأقطار العربية وتغطية على الواقع المعاش وشبيه لواقع جديد غريب عن هذه البلدان والمجتمعات مجسدا الصدمة لهذه الأوطان. فقد عاش المغرب خلال هذه التجربة المريرة وتقلبت عليه أطوارها ومآسيها، مما أفرز فكرا وطنيا تأسى بتجارب تاريخية أخرى وفكرية ومرجعيات دينية إسلامية في مقاومة هذا الحدث الجلل. وقد عاش المغرب خلال فترة حماية 1912-1956 تطورا لهذا الوعي إلى ما هو إصلاحي نضالي. وقد كانت المنطقة الشمالية في المغرب أو ما عرف بالمنطقة الخليفية سباقة إلى الخوض في أعماق هذه التجربة نظرا لخصوص الاستعمار الإسبانية التي تميزت بالضعف والاضطراب الداخلي في المتروبول إسبانيا وتآكل هياكل الدولة الإسبانية بسبب الصراع السياسي والاجتماعي القوي، مما جعل الباب مفتوحا على نطاقين متناقضين: الجشع القوي لاستغلال ثروة المغرب في شماله، والنطاق الثاني ضعف القوة التأثيرية للاستعمار الإسباني للمجال الاجتماعي والسياسي في المغرب الخليفي. وبالتالي بروز مبادرات حيوية إصلاحية خلال فترة مبكرة هناك. فقد عرفت المنطقة الخليفية بشمال المغرب حركية فكرية وسياسية، وعرفت هي الأخرى تطورا نحى اتجاه الوقوف عند تجاوزات سلطات الاستعمار الإسباني ومحاولتها تكريس تحول عميق حسب قدرتها على ذلك نحو مجتمع تابع للسياسة الاستعمار الإسبانية، وذلك بتشجيع التبشير أولا عن طريق غض النظر عن البعثات الفرنسيسكانية وما تولته من مهام تجسسية أو طبية أو تعليمية في مناطق مختلفة من شمال المغرب بل الاستقرار بها. وقد أدى تفتق منابهة أبناء المنطقة الوطنية لسياسة المستعمرة والنوايا التخريبية إلى الدعوة للتحرر الفكري وبناء منظور إصلاحي مندمج متكامل يرتكز أولا على إصلاح تعليمي عن طريق إيجاد مدارس حرة بعيدة عن تلك التي تحكم فيها السلطات الاستعمارية، وشق آخر تجلى في إحداث وخلق رافد إعلام فكري وطني توعوي من صحفي ونوادي علمية بهدف نفسه.
أما الشق السياسي من هذا المنظور الإصلاحي فيتجلى في الرافد الحزبي بإحداث حزب الإصلاح الوطني باعتباره أول حزب وطني في المنطقة الخليفية بمنطوق تسميته، ينم هذا عن هدفه وحمولة مشروعه الفكري والمعرفي والوطني، حيث كان ظهور هذه التجربات السياسية الإصلاحية بمثابة تطور وطفرة خلال المرحلة الاستعمارية في المغرب الخليفي. كتب لهذا المشروع الإصلاحي النضالي الوطني أن يبدأ بالسرية في 5 شتنبر 1930 باجتماع كل من عبد الخالق الطريس مع الوطنيين من تطوان وأبرزهم الحاج عبد السلام ميمونة، وتأليف أول هيئة سرية لتتحول فيما بعد إلى أول جمعية وطنية، وبعدها إلى هيئة وفد مطالب الأمة التي كانت اللسان ناطق بالمطالب الإصلاحية، حيث كانت محطات مخاض إنشاء حزب الإصلاح المدخول، وهي محاولة جادة لمؤسسة الإصلاح الذي نشأت الرموز الوطنية في شمال المغرب بعد الدخول في مفاوضات مع إسبانيا بمطالب إصلاحية مع إسبانيا، فبمطالب إصلاحية منظمة التي أفرزت بما واكبها من تحركات حثيثة للشخصيات الوطنية كعبد السلام ميمونة إلى كعبد السلام ميمونة ومحمد ميمونة ومحمد داوود والوزاني ومحمد فيلال ومحمد طنالة ومحمد الصفار وأحمد غيلان، جعل الاستعمار الإسباني أمام واقع يفرض الاستجابة لتلك المطالب باستغلال فرصة التغيير السياسي في إسبانيا وهو قيام نظام جمهوري في سنة 1931. وكانت تلك المطالب كالآتي: أولا توحيد المخاطر باعتبار هؤلاء الوطنيين ممثلين وحيدين للسكان، ثانيا حرية ممارسة النشاط السياسي وتحسين شروط عيش السكان. لتتطور الأمور بعد ذلك إلى منح سيارات عريضة من مطالب الأمة التي جسدت الطابع الإصلاحي وجردته، وعين وفد برئاسة طيب بوهلان لتقديم تلك الوثيقة المدينة ب 800 توقيع لرئيس الجمهورية الذي استقبله يوم 8 يونيو 1931. جاء ثمار هذه المطالب الإصلاحية بصدور ضحايا خليفية 3 عكست مبتغى الإصلاح الذي كانت ترجوه الحركة الوطنية خلال فترة الاستعمار، وهي أولا ظاهرة 6 مايو 1931 ويتعلق بتنظيم الانتخابات الجماعية التي فاز فيها الوطنيون في أغلب مدن المنطقة الخليفية، ثم ظاهرة 5 شتنبر من السنة ذاتها ويتعلق بقانون تنظيم الشغل وأوقات العمل، ثم ظاهرة ثالث في 23 شتنبر من نفس السنة ويتعلق بحرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات. لم يكتف لهذه الإصلاحات أن تدوم طويلا، وذلك لتوجس فرنسا من امتداد التأثير الإصلاحي إلى منطقة نفوذها بعد تحقق شق مهم منها في المنطقة الخليفية، فتدخلت للضغط على إسبانيا من أجل التراجع عن هذه الإصلاحات، فتراجعت السلطات الإسبانية فعلا عن هذه المكتسبات، إذ اضطر المندوب السامي خوان موريس إلى إلغاء الانتخابات الجماعية ورفض المطالب الوطنية والتضييق على أنشطتهم، هذا ما أدخل العمل الوطني في مرحلة أخرى، وهي ربط العلاقات مع شخصيات إسبانية تعاطفت مع القضية الوطنية، ومسألة المطالب الإصلاحية التي تراجعت عنها إسبانيا. على رأس هؤلاء نذكر كارلوس برايبر وخيمي أخيلا الذين سمحا لهم باسماع صوت تلك المطالب على المنابر الإعلامي والسياسي والثقافي الإسباني، كما نشط الوطنيون المغاربة من المنطقة الخليفية داخل الجمعية الإسبانية الإسلامية التي أنشئت في مدريد في يونيو 1932 بمبادرة من شكيب أرسان ورجالات من الحركة من الفكر والسياسة والصحافة الإسبانية، وتحولت لوسيلة ضغط على السلطات الإسبانية الاستعمار الإسباني في مدريد وتطوان. بعد فترة صراع مع السلطة الاستعمار الإسباني حول تحقيق المطالب الإصلاحية ثم النضال من أجل استعادة المكتسبات، جاءت فرصة تاريخية أخرى والانقلاب الفرنكوي الذي جدد الأمل في نيل المبتغى الإصلاحي الوطني في المنطقة الخليفية، لكن هذه المرة لن يقف الوطنيون موقف المبتدئ، بل سوف يظهرون في هذا الصدد براغماتية سياسية مرفوضة بقبولهم المقترحات المعروضة عليهم، مما أفرز نتائج تالية: أولا تأسيس حزب الإصلاح الوطني يوم 18 جانفي 1936، ثانيا تعيين طريس وزير الإحباس، ثالثا إصدار جريدتي الريف سنة 1936 والحرية سنة 1937، والحصول على المساعدات لتأسيس المعهد الحر، وهذه خطوة مهمة جدا، ثم حرية تنظيم تجمعات واستعمال محطة إذاعية بكل من تطوان وإشبيلية لمخاطبة السكان. عودة إلى بلد، سوف يأتي انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية التي دامت حوالي 3 سنوات من سنة 1936 في إسبانيا بتراجع سلطات استعمارية مجددا عن الإصلاحات المذكورة،
فقد حقق الفرنكاويون هدفهم بتحييد الوطنيه المغاربه في المنطقه الشماليه في مساله الصراع الاهلي الاسباني الداخلي، وبدات سلسله التراجعات كما اظهر كما اضطر الى التنازل عنه للوطنيه نتيجه ظروف الحرب. وكانت اولى بوادر هذا التحول وسحب المندوب السامي لبريدر من المنطقه ليبدا التضييق على الوطنيين مجددا هناك. عقب ذلك سوف يدخل الوعي الوطني بمنطقه الخليفيه مرحله جديده بتحالفات بين التوريس والمكي الناصر الذي جمعت لهم ساعات فكريه لتاسيس جبهه قوميه للوطنيه المغربيه، وذلك يوم 18 بجانب 1942 التي طالبت بالاستقلال. في 14 فبراير 1943 بوثيقه مكتوبه وموحده والغاء معاهده الحمايه، وبالتالي تكون مرحله الاصلاحات جسر حامل امال المغاربه الوطنيين المغاربه والمغاربه معهم نحو الاستقلال بعدما تعذر الاصلاح. تطورت المطالب الاصلاحيه في المغرب الحمايه بما في ذلك المنطقه الخليفيه كذلك، ارتباطا بتطورات شهدها المغرب شهدها المشرق العربي، وارتباطا كذلك بالاضطرابات التي عرفتها اوروبا ابتداء من سنه 1933 على الخصوص كاحداث القدس في غوش 1923، والتفاعل مع المؤتمر الاسلامي الذي دعا المفتي الحاج امين حسين ابتداء من سنه 1930. وكان اغلب النخبه التي واكبت هذه الاحداث من المنطقه الشماليه من المغرب الخليفي، وقد تابعوا دراساتهم في نابلس، فامكنهم ذلك المتابعه باهتمام بالغ حركه المقاومه العربيه لسياسه الانتداب وتدفق المهاجر اليهود الى فلسطين خصوصا بعد سنه 1936. فكان التخوف والوعي منطلقان للتفكير في احتمال وصول الاستعمار الاسباني في المغرب لنفس الاهداف. في طمس معالم الهويه الوطنيه والفكريه والاجتماعيه وهو المنبع والدافع الحقيقي وراء المطالب الاصلاحيه، ونشأة التيار الإصلاحي الوطني في تاريخ المنطقة الخليفية خاصة والمغرب عامة، والذي جسد وحدة الإصلاح الوطني وجودة وحدة وفكرة، وعكس شعاره الطابع الوطني والتوحيدي آنذاك الله أكبر والمجد والسمو لله.